قانون الهجرة الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم وسط قلق بين أوساط المهاجرين. عودة درجات الحرارة للارتفاع في السويد. بابكر أبو كاس، أسي موبلر، ترانسفير جالاكسي. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبرس. دخل قانون الهجرة الجديد المعروف بقانون الأجانب حيز التنفيذ في السويد اليوم بعد إقراره في البرلمان السويدي في 22 من يونيو الماضي. وحسب هذا القانون أصبحت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسية، كما شددت شروط لم الشمل وتحويل الإقامات إلى دائمة، وكان من أبرز تلك الشروط توفير شرط الإعالة. وقال المدير التنفيذي في مصلحة الهجرة إن التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعليا على جميع المتقدمين لدى مصلحة الهجرة بطرق مختلفة اعتمادا على نوع تصريح الإقامة الذي لدى الشخص وطول مدة التصريح. وأضاف أن التغييرات في القانون كبيرة ومعقدة وتتعلق بجميع أنواع القضايا، مضيفا أن المصلحة عملت بشكل مكثف للتحضير قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وأشار إلى أن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أعلنت السلطات الصحية في السويد تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة الماضي، ويرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 14,650 وفاة حتى الآن في السويد بسبب كوفيد 19. كما تم تسجيل 992 إصابة جديدة، ويتلقى 25 شخصا رعاية مكثفة ضد المرض وفقا لسجل العناية المركزة السويدي، وهي زيادة قدرها 3 مرضى منذ يوم الجمعة. وفي أرقام التطعيم، تلقى أكثر من 6 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية حوالي 4 ملايين. أعلن الادعاء العام السويدي إخلاء سبيل جميع المشتبه بهم في جريمة إطلاق نار وقعت مساء السبت الماضي جنوب ستوكهولم وأصيب بها طفلان صغيران. وقال المدعي العام في بيان إنه تم الإفراج عن جميع الأشخاص 9 المشتبه بهم في إطلاق النار في فلامنسبيري جنوب العاصمة ستوكهولم، لكن الادعاء العام يقول إن الشكوك لا تزال قائمة حول الأشخاص 9. وكان طفلان صغيران أصيبا بعد إطلاق نار وقع مساء السبت جنوب ستوكهولم، وتم على أثر ذلك اعتقال العديد من الأشخاص. وحسب الشرطة فإن أحد الطفلين المصابين في سن الروضة والآخر في سن المدرسة الابتدائية. تكثف الشرطة السويدية من عمليات البحث عن مشتري الجنس في مناطق غرب السويد. وقالت مديرة منطقة الشرطة المحلية إن الشرطة تريد الحصول على مزيدا من المعلومات من عامة الناس وأصحاب العقارات وسائقي سيارات الأجرة. واعتبرت الشرطة السويدية في بيان صحفي أن الدعارة ليست ظاهرة حضارية، وأوضحت أنه تم بذل جهود مكثفة في مدينة بوروس للبحث عن مشتري الجنس، كما أنها داهمت بيتا للدعارة مشتبه به في ترول هيتان. في موضوع آخر، قدم حزب الليبراليين مقترحات جديدة بخصوص سوق العمل في السويد بغرض الحد من البطالة طويلة الأجل. المتحدث باسم سياسة سوق العمل في الحزب أرمان تيموري قال في مؤتمر صحفي اليوم إن الحافز على إيجاد الشخص لمصدر رزقه يجب أن يزداد، ويقترح الليبراليون تخفيض الضريبة على العمل خلال فترة 10 سنوات إلى مستوى يتماشى مع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى. وحسب المقترح سيعني ذلك أن الضرائب والرسوم للموظفين بدوام كامل يجب تخفيضها بمتوسط 2000 كرون سويدي شهريا للموظفين وأصحاب العمل. أما الاقتراح الثاني في هذا الإطار فهو تأسيس مدرسة مهنية جديدة تعتمد على القطاعات التي تواجه نقصا في الكفاءات لديها، وتكون متاحة للذين يفتقرون إلى مؤهلات التعليم الثانوي العام. وفي أخبار الطقس، توقع خبراء الأرصاد الجوية في السويد عودة درجات الحرارة للارتفاع في نهاية الأسبوع
خصوصا في الأجزاء الجنوبية من البلاد. وبعد أيام قليلة من انخفاض درجات الحرارة تعود الحرارة المرتفعة إلى مناطق عدة من البلاد من جديد، حيث سيكون الطقس أكثر دفئا في ستوكهولم وما حولها، مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 30 درجة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي محافظتي أوربرو وفارملاند من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 27 و 29 درجة مئوية. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الكومبس بونتسه. إلى اللقاء. We'll be right back.